اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين، وصفه حادق ووصفه حلو. هنعمل سحلب بالفستق، وهنعمل كمان صينيه بطاطس بس بطريقه جديده ومختلفه. هنعملها بالكفته بشكل حتى جديد، يا رب تعجبكم. تعالوا مع بعض نشوف الوصفات النهارده بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه هعملها النهارده، هي وصفه صينيه البطاطس بالكفته. عباره عن ايه؟ عباره عن شرايح بطاطس مقليه نص قليه زي ما انتم شايفين كده. لو حابين تعملوها ني في ني ممكن، بس دي بتدي طعم اظرف بكتير. تمام. ولحمه مفرومه، بودره ثوم على بصل، جوزه الطيب، بهارات لحمه مرقه، وشرايح فلفل الوان كده مع البصل، رينج كله متقطعين رينج، وطماطم، صلصه طماطم، كاتشب، زعتر، زبده. تمام. اول حاجه زبده دي زياده، هنحط كده مكعب من الزبده، وهنرش معاه رشه زعتر، وهحط له صلصه الطماطم كده مع الكاتشب. الكاتشب بتخلي طعمها ظريف جدا. وهنقلبها كده، وهسيبها كده ايه تتسبك شويه. طيب عقبال بقى ما تسبك، تعالوا مع بعض نشوف الكفتة هنتبلها ازاي ونعملها نعمل فيها ايه. هنحط هنا بقى اللحمة المفرومة كده، انا هديكوا يعني هعمل لكم سامبل. هحط كده شوية لحمة لان اوريدي انا عاملة ومجهزاها وحطها كمان في التلاجة ساعة. هحط رشة جوزة الطيب وبهارات لحمة وبودرة ثوم على بصل، وكمان هحط ملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود، هقلبها كده. هحط لها بقى المرقه، بس واسيبها لحد ايه ما تغلي. اقلب دي كده كويس. لو حابين تحطوا لها بصلايه مبشوره، بس تبقوا عصرينها من ميه البصل خالص عشان ايه ما تطرهاش قوي. اهو نعجنها كده كويس قوي لحد ما كل البهارات تدخل في بعض. اهو بس هحط كده نقطة زيت بس على ايدي عشان ما تلزقش، وهكورها كده، وبعدين اعملها كده زي قرص الطعمية كده بالظبط. شايفين؟ اهو اعملها كده، وبعدين نعملها زي قرص الطعمية بالطريقة دي. نعمل واحدة كمان مع بعض. طيب هجيبها كده خلاص، وبعدين نعملها زي قرص الطعمية. اهو اهو سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. طيب نجيب بقى البايركس ونبتدي بقى نشتغل.
خلاص كده دي تمام، هوطي عليها بس خالص. امسحي ايدي بس الاول. بس هوريكم بقى بتترص ازاي. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده شريحة بطاطس، وبعدين شريحة لحمة، فلفل وبصل، طماطم. خلاص نحط تاني بطاطس، فلفل، لحمة، بصل، طماطم، تاني بطاطس، لحمة، فلفل أصفر المرة دي، نلون كده في الفلفل، بصل، طماطم، فلفل، بطاطس. طيب ايه رايكم بقى نطلع فاصل، اكون كملت الصينيه دي كلها، نرجع نشوف هنطبقها ازاي ونعمل كمان مشروب السحلب. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي شايفين انا رصيتها ازاي، سهله وبسيطه جدا وفي نفس الوقت تدي شكل حلو قوي. هبتدي بقى الصلصه اهي، هحط معاها الزعتر واقلب. نجيب الكبشة، بس ابتدي بقى اقرب ده كده، وابتدي احط عليه الصلصة اللي انا متبلاها، وحط عليه زعتر. الزعتر من الحاجات المهمة جدا في الوصفة دي، بيديله طعم حلو قوي كده. وبحطها لمدة تقريبا ربع ساعة لحد ما تستوي، وقبل ما اطلعها بخمس دقايق بفتح عليها الشواية عشان تديني بس وش شكله حلو. نحطها بقى في الفرن. بس نقفل بقى كده. بس ونبتدي بقى نشوف الوصفة التانية معانا النهاردة، عبارة عن سحلب. سحلب بالفستق. عبارة عن ايه بقى؟ بودرة السحلب، سكر، لبن، فستق. هجيب الحلة، هجيبها كده واحط كده المقادير بالظبط، هتنزل عندكم على الشاشة عشان تبقى مظبوطة. حط كده اللبن، حط بودرة السحلب كده، هحط السكر بس واقلبه كده على النار. ما بياخدش خمس دقايق على النار، ولو حسينا ان هو تقل قوي بنزود ميه او لبن. بس اهم حاجه لما نزود تبقى ميه مغليه او لبن مغلي، ما نزودش حاجه ساقعه على السحلب وهو سخن هيكلكع. نفضل نقلب لحد ما احس ان هو سخن. ولو انتوا عايزين تعرفوا السحلب بيتعمل ازاي في البيت من A to Z، يعني من غير ما نشتري البودره من بره، بنطحن الرز الاول، بنغسل الرز كويس قوي وننشفه كويس جدا، وبعدين نطحنه لما يبقى بودره ونلخبط عليه النشا، ونحط عليه بقى سوداني، فستق، سمسم، اللي انتوا عايزينه. يعني ده محطوط عليه سمسم، واحنا هنزود كمان الفستق. بس خلي بالكم بقى بيتخن، يعني ما نقعدش نشرب كده كل يوم كده كوبايه سحلب عشان بيتخن قوي.
نقلب كده كويس قوي. طيب عقبال كده ما نقلب تعالوا اوريكم النسخه اللي انا عملتها بتاعت صينيه البطاطس بالكفته. شايفين اصلا هي دافيه، شايفين منظرها عامل ازاي؟ حلو جدا وجميله قوي. ولما بنيجي بنقدمها بنطلع الكفته مع البطاطس مع الفلفل لغايه ما نوصل للكفته اللي بعديها لغايه دي، يعني بنطلعها كده على بعض. وطبعا الصوص ده بيبقى جميل جدا ان احنا ناكله جنب رز ابيض. كده خلصنا الوصفه الاولانيه بتاعتنا بتاعه صينيه البطاطس بالكفته، وحطينا فيها كمان خضار فهي كامله جدا مع رز ابيض، بتبقى حلوه قوي. طيب نستنى كده شويه، هو بياخد مده شويه عقبال ما النشا بس يبتدي يتقل. انا كنت مخليه النار متوسطه دلوقتي علتها. عايزين نبتدي بقى كمان نحط او نبتدي نجرب المشروبات اللي كنا بنشربها زمان كده واحنا صغيرين، او لما بنروح اي مكان نحب نطلبها. يعني السحلب دي من الحاجات اللي دايما في الشتاء، اول ما الشتاء يجي يبتدي السحلب يطلع، الكاكاو يطلع. فهعمل لكم كل مره حاجه كده من الحاجات اللي كنا بنشربها. حمص الشام من الحاجات الحلوه قوي قوي قوي، بالذات كده لما بيبقى مشطشط شويه. الشطه بتخلي طعمه حلو قوي، وممكن كمان نجربه بكذا نكهه. ام علي كمان من الحاجات الحلوه قوي في الشتاء، يعني من الحاجات الجميله. طيب اهو ابتدى يتقل شويه، صغيرين قوي. نفضل نقلب اكتر لحد ما احس كده ان ايدي تقلت وهي بتقلب. يعني بصوا ايدي تقلت سنه صغننه قوي، انا عايزاها ايه تتقل اكتر من كده. اسيبه كده، اقفل عليه كده سنه شويه، وابص على الطاجن بتاعي اللي في الفرن. يعني لسه ده انا مزوده له هنا الكاتشب شويه، فهيطلع مثلا محمر عن ده شويه. طيب ابص كده اهو ابتدى يتقل شويه كمان، هو في ثانيه هنلاقيه تقل. يعني احنا عمالين نقلب كده وعايزاكم بقى لو انتوا عندكم اي اقتراحات للحاجات المشروبات السخنة، او اي وصفة انتوا نفسكم ان انتوا تجربوها، او نفسكم ان انتوا تشوفوا بتتعمل ازاي، ابعتوها لي عشان نجربها مع بعض. يعني كل ما نسيبه على النار اكتر كل ما هيتقل. في ناس بتحبه كمان مش تقيل قوي، في ناس بتحبه خفيف شوية. أنا من الناس اللي بحبه ولا تقيل ولا خفيف، يعني في الوسط. ممكن نزود عليه شوية نشا لو حاسين ان هو خفيف شوية. طيب ابتدي بقى احط له الفستق كده بس. وانا لما ابتدي بقى احطه في المج اللي هشربه، لو سبته دقيقتين كده يدفع هيقوم تقلان خلاص، لان انا لو تقل قوي على النار حاجه احطه هيبقى عامل زي المهلبيه، فلا احنا ايه مش عايزينه كده. طيب ابتدي بقى كده احطه كده. في شوية زبيب تحت عايزة اطلعهم. ده بقى اللي ممكن احط له شوية زبيب عشان دي انا مليتها قوي. ريحته جميلة جدا والفستق شكله فظيع. انا كمان بحب الزبيب قوي في الحاجات دي. حطيت له كده زبيب، يعني شايفين اللي تحت ده تقل ازاي؟ هو هيستنى كمان دقيقتين هيتقل. يلا بقى كده خلصنا. يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم بالوصفات اللي انا عملتها لكم. النهارده عملنا وصفتين
سهلين وبساط جدا. عملنا البطاطس اللي بالكفته مع الخضار اللي حطينا معاها شرايح من الفلفل الالوان مع البصل قطعناهم التقطيعه بتاعه الرنج، وعملنا كمان سحلب بالفستق. ما ننساش ان احنا قلنا السحلب ده دايما لو عايزين نعمله في البيت بنطحن رز مع نشا ونحط معاه المكسرات او الزبيب او السمسم اللي احنا حابينه وبندوبه كده في النشا واللبن لما بنيجي نعمله. يا رب النهارده تكون الوصفات اللي انا عملتها عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.